من جديد قضية تيران وصنافير بتعود للواجهة خلال الأيام القليلة الماضية. واوعى تفكر ان يعني ان السعودية هناخد الجزر ولا حاجة بتاعتنا تاني من السعودية، هي عادت للواجهة بس بوجه آخر أكثر ألما. كان في حديث اليومين اللي فاتوا مكتوم كده في دهاليز القضاء عن الحكم اللي صدر بمصرية الجزيرتين، ورغم ان النظام خلى البرلمان يبصم على التنازل عن الجزيرتين وطلع حكم من المحكمة الدستورية بالتنازل عن الجزيرتين، إلا إنه تخيل حتى الآن مش قادر ينسى الإحراج اللي حصل له من بعض القضاة المحترمين اللي حكموا بمصرية الجزيرتين، وطلعوا فضحوا الحكومة وقالوا إنها لم تقدم ورقة واحدة كدليل على سعودية الجزيرتين. وقال القضاة، فاكر أنت القضاة دول، طلعوا قالوا إن مصرية تيران وصنافير مقطوع بها. النظام بقى مش قادر ينسى للقضاة الموقف ده كدليل جديد على ضعف موقفه وفساده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيتقال؟ خلونا الاول نفتكر اسماء القضاء اصحاب حكم مصريه الجزيرتين. خبر اهو بيقول: ننشر النص الكامل لحيثيات حكم القضاء الاداري ببطلان اتفاقيه ترسيم الحدود. طبعا في اسماء كتير لما تيجي تستعرضها هتلاقي اسماء لوحه شرف. يعني صدر الحكم برئاسه المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدوله، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي رمضان محمد درويش، وبحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي وسكرتارية سامي عبد الله خليفة. الناس دي بقى هم الناس اللي قالوا ان تيران وصنافير مصرية. فليه وليه؟ ما ينفعش، وما ينفعش نسكت. فطلع ايه المشهد؟ احدث ضحايا النظام بسبب موقفهم من تيران وصنافير المستشار سامي درويش، اللي تم استبعاد اسم ابنه من التعيين في مجلس الدولة بسبب موقف والده من مصرية الجزيرتين. فكتبت مدى مصر بوست على صفحتها على الفيسبوك بتقول، نقلت يعني الايه الحالة اللي جاية دي. اسمع كده الجملتين اللي جايين دول، بيقولك: إذا كان السبب الحقيقي وغير المعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقاما منه أو ضغطا عليه في عمله بسببي. الفقرة دي بتضيف بقى مدى مصر بتقول: وردت ضمن تظلم اطلع عليه مدى مصر تقدم بمين؟ عمر سامي درويش، اللي هو ابن سامي درويش، تقدم به إلى رئيس مجلس الدولة السبت الماضي مطالبا بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس رغم اجتيازه لكافة مراحل التعيين والكشف الطبي وحصوله على تقدير امتياز. عمر يا سادة هو نجل المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة وأحد القضاة اللي شاركوا في كتابة حكم القضاء الإداري في يونيو 2016 ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما تضمنته من تخلي مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير. حاولنا التواصل مع درويش لكنه رفض التعليق. كان قبله تم عقاب برضو مين؟ المستشار يحيى الدكروري اللي هو صاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين. كان بالفيديو طالع في يونيو 2016 طلع المستشار الدكروري وأعلن بطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين. اسمع كده: رفض الدفع عدم اختصاصها ولأي مناطق دعوية. ثانيا، قبول الدعوية شكلا وبطلان توقيع مؤسسة الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل سنة 2016 وضمان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المملكة العربية السعودية وعما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البحري المصري وضمن حدود الدولة المصرية. ولأنه غير مسموح في الجمهورية الجديدة بظهور هذه المشاهد، قرر السيسي مباشرة بعد هذه الجلسة تعديل قانون السلطة القضائية واستبعاده من ترأس مجلس الدولة عقابا لي على إصدار حكم تيران وصنافير. الخبر هو في 2017 غضب داخل مجلس الدولة بعد استبعاد السيسي قاضي تيران وصنافير. كشف هو الخميس ده بتاريخ يوليو 17 عن خطاب وجهه المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بعد استبعاده من رئاسة الأخير عن غضب في صفوف قضاة مجلس الدولة، بس غضب مكتوم، غضب في القلب ما بيطلعش، ما بيتمش الإعلان عنه، ما بيتمش إظهاره داخل صفوف قضاة مجلس الدولة من قرار السيسي في إشارة إلى تمسكه بترشيح عمومية القضاة ليه لرئاسة مجلس الدولة.
وسقى الله تلك الأيام اللي كان بيطلع فيها القضاء زكريا عبد العزيز بقى ومين ومين، وكانوا يطلعوا يعملوا حركة استقلال القضاء أيام مبارك، ويطلعوا يعملوا وقفات احتجاجية، كانش ما عادش بيحصل الكلام ده. الاسم الثالث هو المستشار عبد المجيد المقنن، اللي تم نقله الله يرحمه بقى، هو تم نقله بعد القصة دي لرئاسة هيئة المحكمين بمركز تسوية النزاعات الرياضية، عشان يكون بعيد عن أي أحكام سياسية تقلق النظام قبل ما توافيه المنية العام الماضي. أدي خبره، الأولمبية تنعي رئيس هيئة المحكمين أو المحكمين بمركز التسوية والتحكيم الرياضي. وبرضو من الناس اللي تم معاقبتهم المستشار أحمد الشاذلي رئيس محكمة القضاء الإداري، اللي رفض طعن الحكومة على حكم المستشار الدكروري، وطلع قال أحلى جملة اتسمعت في تاريخ القضاء المصري من عقود، أما طلع قال إن مصرية تيران وصنافير مقطوع بها. معنا الفيديو؟ يلا. قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. تيران وصنافير، تيران وصنافير دي احنا دخلنا في حرب سنة 67 علشان ما نسمحش للسفن الإسرائيلية انها تعدي فيها، واحنا بجرة ألم أهدرنا أحكام قضاء وأهدرنا تاريخ وأهدرنا دم بسبب عشان بس المصلحة تمشي. تم عقاب المستشار الشاذلي واتنقل، مرة ودوه النقل والمواصلات، ومرة ودوه الضرائب عشان يبقى بعيد عن أحكام توجع دماغ النظام. أدي خبر أهو في 2020 عشان بس الكلام يبقى موثق، مبقاش بنقول كلام مرسل. بالأسماء، مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للعام الجديد. ده هشوف الشاذلي، فين الشاذلي؟ أو مجلس الدولة اعتمد الحركة، ده 2017. زيادة أعضاء محاكم القضاء الإداري والتأديبية، تطبيق بند الثلاث سنين دون استثناءات، وفي النص قاموا واخدين الراجل إيه؟ في الرجلين. أو المستشار أحمد الشاذلي بتاع مقطوع بها، راح فين؟ تولى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات. يا حليلة. برئاسة المستشار الشاذلي، ده خبر تاني على صدى البلد أهو. الكلام ده كان في 2017 ودوه النقل والمواصلات. في 2020 رقوه شوية ودوه الضرائب. تشكيل الإدارية العليا المختصة بقضايا الضرائب. تعالى كده انزل. انزل يا علي. هات اسحب كمان. أدي المستشار أحمد الشاذلي أهو. كان في النقل والمواصلات. أم رايح فين؟ وافقت على تشكيل الدائرة الـ11 في المحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر المنازعات المختصة بالضرائب برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة. مش بس بقى القضاة اللي تم معاقبتهم ولا عيالهم، ما شوف عيالهم بقى، حتى الناس العادية اللي كان ليهم إسهام بارز في الأحكام القضائية بمصرية الجزيرتين. يعني أنت القضاة خدتهم على جنب وخدت عيالهم، انت فاكر كده ايام جمال عبد الناصر لما كان كمال الدين حسين وعبد اللطيف بغدادي يروحوا يبعتوا لجمال عبد الناصر يقولوا له اتق الله، حرام عليك، ما ينفعش اللي انت بتعمله في الناس، وهم معاه اصلا من الضباط الاحرار، اللي يتسجن واللي يتفرض عليه الحراسه واللي يتمنع اخواته من السفر، نفس اللي بيحصل، نسخه بالكربون. برضو من ضمن الناس، بس ده مش قاضي بقى، باحث اسمه تقدم الخطيب، حضراتكم اكيد سمعتوا اسمه، طلع جاب خرايط نادره من مكتبه برلين بتثبت مصرية الجزيرتين وقدمها للمحكمة، وكانت الوثائق دي سبب في إصدار أحكام مصرية الجزيرتين. تقادم فصلوه من الجامعة. عفوا، أول الخبر أهو. بص، جهزت ملفا بوثائق تيران وصنافير ليكون حاضرا إذا لجأت السعودية للتحكيم الدولي، المعرفة تغلب النفط. حلو، عملوا إيه بقى في تقادم؟ ده باحث يا جماعة. فصل تقدم الخطيب من جامعة دمياط، خسة وتيران وصنافير مصرية، مهما عملته بقى، اعمل أي حاجة، العب، اسجن، ابعد، افصل، التاريخ ما بيتغيرش. في المقابل بقى، ما هو خلي بالك، هو لازم يظبط الناس الحلوة بقى. في المقابل تم مكافأة قضاة الزور اللي وقفوا مع النظام وأبطلوا أحكام مجلس الدولة والقضاء الإداري وحكموا بسعودية الجزيرتين، فتم منحهم أكبر منصبين تشريعيين في مصر.
مجلس النواب ومجلس الشورى. بص كده، سعودة تيران وصنافير مستشار عبد الرازق، عبد الوهاب عبد الرازق رئيس لمجلس الشيوخ 2020. انزل بصورته كده، لا هات لي صورته بس عشان الناس تفتكر شكله، اصل الراجل ده هو رئيس مجلس الشيوخ. بص عبد الوهاب عبد الرازق اهو اهو، وتقريبا مسكوه حزب مش عارف مستقبل وطن ولا ايه برضه. والتاني حنف الجبالي مجلس النواب، قاضي التنازل عن تيران وصنافير. خلي بالك التاريخ ما بينساش، انتخاب حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب.